ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برج الحمل وتوقعات النص الثاني لشهر يونيو العام 2021. النص الثاني يا برج الحمل عندك قوة تميز كبير جدا جدا، بمعنى ان عندك كلمتك مسموعة، ان عندك تقدير، ان عندك طاقة، ان عندك حيوية، ان عندك انجاز كبير بتعمله، ان انت بتحاول تنجز في امور مختلفه، تحقيق اسم كبير، عندك انتقاله مميزه، بدايه الخطوات مهمه، مشروع جديد او شراء مكان جديد او حاجه جديده في حياتك، عندك قصه عاطفيه بتبدا او علاقه عاطفيه هتبدا، قد ايه هتكون ايجابيه. عندك بقى التميز الكبير قوي خلال النص التاني شيء مهم، وهو ان انت عندك الهدوء من الحيره، الهدوء من السؤال اللي بتسأله نفسك كتير، من ان انت مش عارف انا عايز ايه، لا انا عارف انا عايز ايه، فاهمني اقصد النقطة، يعني عندك ايه، لا انت بقيت تفهم انا عاوز ايه، انا عايز اوصل لكذا، احقق كذا، انجز كذا، فعندك ده جدا. عندك تواصل بشكل قوي وعندك حظوظ بشكل قوي، وده بسبب ان كوكب عطارد، بس ده من بعد يوم 21. ليه؟ لان انت عندك كوكب عطارد بقى في حركة أمامية بدل حركة التراجع، فده بيدي نوع من أنواع بقى التواصل الجيد والحظوظ المتميزة والإيجابية ناحية المجتمع، ناحية إن أنت اسمك بيندرج على لسان كتير، بتتقدم، بتتعرف على شخصيات كبيرة وذو قيمة كبيرة جدا، أو عندك مجالات جديدة أو مشروع جديد أو شغل جديد، أو عندك بداية مهمة جدا مهنية، عندك ترقية، عندك ده بيصب في الأمور المادية يا برج الحمل، الوضع المادي لطيف قوي، وعندك كمان الوضع العاطفي إن الماضي مهري جدا عايز يرجع لك أكتره من الأبراج الترابية، عايزين يرجعوا لك بشكل كبير جدا، والأبراج المائية عايزين يرجعوا لك بشكل كبير، بيفكروا فيك جدا، بيراقبوك بكل ثانية وبيتكبروا، يعني يراقبك ويتكبر، يراقبك ويقول لك أنا ما براقبكش، يراقبك ومحب وبيحبك جدا جدا ويقول لك مش أنا، مش بفكر فيك، ما تفرقش معايا. فعندك ده، يعني عندك الشخصية دي أكتر من أبراج الترابية العذراء، ومن هنا العقرب، دول أكتر الأبراج اللي دايما عندهم حتة الكبرياء في أني أنا لا مش بحبك، لا الموضوع خلص خلاص وهم بيموتوا فيك. بالنسبة لي الوضع طب لو أنا هتكلم على كوكب المشتري، ده بيعمل لك او بيكون سبب ايه، لانه في برج الحوت اصلا، فده بيحقق لك مطالب كتير، بيحقق لك شهرة، بتتعرف على شخصيات، نوعية شغل مهمة جدا، مجال اضافي قد ايه مهم او ايجابي، تحقيق مادي او تحقيق ربح حلو، حظوظ في المنطقة دي جدا. اما بالنسبة للوضع العاطفي، ان احنا قلنا ان الماضي عايز يرجع لك، وان الماضي عايز يقرب منك وبيراقبك كتير، وي وي وي، وعندك علاقات جديدة، علاقات جديدة، والعلاقات الجديدة دي فيها شخص بيراقبك، بيراقبك فكرة ان انا هكون مطمن معاك، انا هكون شايف هكون مبسوط معاك ولا لا، الدنيا هتبقى ماشية ازاي، انت بتحبني انا ولا في حد في حياتك حد تاني، عندك ده، يعني عارف فكرة ان يبقى في علاقة جديدة، حد بيتتبع خطواتك او لسه مش واثق فيك قوي، عندك ده، بس عندك الدخول في علاقات صحيحة او مكتملة، فالعلاقات اللي بتبدأ في خلال النص التاني فهتكون علاقات مكتملة، يعني بيحصل فيها خطوبة وبتحصل فيها تكميل حياة. بالنسبة لك انت عايز استقرار، مؤمن باختياراتك الفترة دي جدا، بعد حيرة، بعد ما انت كنت مش واثق في اختياراتك او قراراتك او متقلب ومذبذب الامور عندك، لكن لا بقيت ان انت تقول 1+1=2، ما بقاش بقى اللي هو ممكن نزودها 3، لا ممكن تكون 2 إلا ربع، لا بقى عندك شيء اساسي، بقيت عندك هدف او هيبقى عندك هدف. طب امتى ده بيحصل بشكل قوي؟ بيحصل بشكل قوي لان عندك ثقه في النفس من بعد يوم 21 اكتر، يعني اقدر اقول ان اخر 10 ايام هم الاميز بالنسبه لك. اي نعم ان الشمس بتروح بعد كده لبرج السرطان، بس بيدي تاثيرات برضو مهمه جدا ليك، ولكن خلونا نتكلم كمان على التأثيرات بتاعت كوكب المريخ، لان انت برج الحمل فواجب ان احنا نسمع نقطة المريخ او كوكب المريخ، لانه من يوم 11 في برج الاسد، برج الاسد برج ناري، انت برج ناري، فبالتالي بيدي لك نوع من انواع الطاقة والحيوية بشكل اكتر، بيضيف ليك بشكل اكتر، عارف فكرة اللي هو انا وابن عمي على الغريب، او انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب، بالظبط يا برج الحمل. فانت عندك ان الاسد او كوكب المريخ اللي في الاسد بيديلك، بيضيف ليك جدا، بيقول لك انت حد قريب مني، فيلا، بيخلي عندك ان الناس بيقولوا لك برافو،
طاقتك حلوه، حيويتك حلوه، حركه، تميز، موقفك جيد جدا، عندك ترابط عائلي قوي، عندك زيارات كتير، عندك تحقيق بشكل قوي اجتماعي، انت اسمك بيندرج في المجتمع بشكل كبير، تحقيق سمعه ايجابيه بشكل كبير، محبوب بشكل كبير، قوه في العلاقات العاطفيه بشكل اكبر، فالوضع متميز. عندك حد بيقول لك شكرا، برافو، حد بيقول لك انت رائع، انت متميز، انت ايجابي، عارف فكره بقى اللي هو بيشكروا فيا وشكر والكلام ده وايجابيه، عندك ده جدا جدا. طبعا ده بيضيف بقى للثقه في النفس عند برج الحمل وبيخليه انه يزداد اكتر في الطريقه والطاقه بتاعته وي، يعني برج الحمل اصلا من الابراج اللي تقول له واو برافو عليك، يروح يكمل زياده لما يلاقي ان هو ناس بتشكر في النقطه دي، يلا نزيد اكتر. فبرج الحمل ده بالنسبه برضو لحاجه تانية، انت عندك بدايه جديده، مش ضروري انها تكون، ممكن تكون بدايه ليها علاقه بمكان جديد، باطمئنان على شيء كان مقلق بالنسبه لنا، خطوه جديده مهنيه، خطوه جديده عائليه، خطوه جديده في حياتك ايا كان، ولكن انت عندك شيء جديد ليه حاجه، ليه علاقه بهدوء نفسي، ليه علاقه بان انت مرتاح ان انا عملت كذا، مرتاح ان انا اتخذت القرار ده، فعندك ده، عندك ده مكان جديد، وعندك برضو حاجة ليها علاقة بالبيع والشراء جدا جدا خلال الفترة اللي جاية، عندك حاجة ليها علاقة بالتعاقد، ليها علاقة بان انت بتتخبل على حاجة معينة، يعني بتفرح بحاجة معينة، ممكن عندك اصلا مولود جديد، فانت عندك اللي هو ممكن يكون في مولود فتفرح قوي بالخبر ده، او ان انت عندك شيء جديد عندك الفرحة. طبعا ربنا يديم الافراح عليكم ويعوض حزنكم فرح ويعوض قلقكم فرح واستقرار. ليه بقول الدعوة دي؟ لأن برج الحمل كان عنده قلق ومشاكل خاصة بعدم استقرار، وكان عندهم بعض الحزن أو المشاكل أو التفكير الكتير اللي هو مش عارف أعمل إيه، فلا الدنيا بتبدأ معانا أنها تكون أفضل كتير أحسن، بنخش في وضع أفضل وأحسن، رغم أن احنا على فكرة ممكن نقابل بعض العكوسات أو المشاكل، ولكن كلها هتبقى حاجات ليها علاقة بي، يعني بتعدي، هتكون عندك القدرة العقلية وعندك أصلا حسن تصرف، وحسن التصرف ده اللي هيخليك أن أنت بتتخطى المشاكل، بتتخطى العقوبات أو العقبات، لأنك هيقابلك عقبات وهيقابلك مشاكل على فكرة ليها علاقة باستفزاز بعض الأشخاص اللي حواليك، أو ليها علاقة باستفزاز عامة، ليها علاقة بكلام مش لطيف، ولكن انت يكون عندك حسن تصرف مع دعم من الاخرين اللي بيعوض غيبتك او بيعوض الكلام، يعني حد بيرد سند، عندك حد بيسندك او حد بيعوض عنك بايجابيه، فانت هتكون في حاله اطمئنان، وبالتالي الموضوع مش هيكون سلبي بالنسبه لك بالشيء اللي انت مفكره. يعني عامه انا بتمنى لكم الفتره اللي جايه تكون متميزه ايجابيه، تستاهلوا كل خير يا برج الحمل بجد. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.